مسيو رياض سلامة، فيك تتفضل تطلع لك شي مؤتمر صحفي، ريت يطلع ضغطك ان شاء الله، فيك تنقبر تطلع لك شي مؤتمر صحفي وتقول شو بده يصير بهالبنوك، ما كل يوم عم بيروح عم يتبهدل موظفين البنوك، هو موظف البنك، قلت لكم موظف البنك قاعد لا حالته حيله ولا سلته سليله، قاعد ولا شي، بيقولوا له اعطيها 50,000 بيعطيكم 50,000، كل يوم عم يتبهدل موظفين البنوك بفضل من؟ بارك الله فيك يا رياض سلامه، دق بوتوكس انت وحولنا معاشات الكبار كلها لبرا، وانت دق بوتوكس، دقك عم يجيبك سطيح، عم بعيونكم عامي لا بتحسوا بهالشعب ولا بتحسوا بشحاره. اذا واحد راح فش خلقه بالبنك مصرياتني، المغتربين لما نزلوا حطوا مصرياتهم بلبنان عشان يقولكم الاقتصاد اللبناني، ريتوا مرض يشكر ان شاء الله كلكم سوي. سرقت اموال الشعب، ما تركتوا فينا شيء، كل واحد حاطط مصازر بده يشحدهم، مين بده يصرف علينا بعد؟ مين؟ اذا ها عنده معاش مش قادر يقبض، وها عنده راتب مش قادر، وهذا مجمد مصاري لاخرته لينزل يتحكم فيهن، عم بتشحدوا العالم مصريات اشحاده، قوم بقبق انت على طولك رياض سلامي، بس حاكم مصرف لبنان حاطط هالكرسي تحت طيزك وتفتل، حاطط هالكرسي تحت طيزك وتفتل، فتلك الملاريا بارضك، من عتر. خلاص مش شايف الوضع كيف صار؟ قوم لاقي لك شي حل، ما طول عمركم تشحطوا من دول برا لحتى تحطوا بلبنان، روح مصمص مناخير، بتبيع مصمص مناخير للعالم بالبنوك، نحن طلع عندي في مصمص مناخير برا لحتى تدعمك شي دولة، لا تعطوا العالم مصريات، شاطرين بتشكات المصرفية، ريتوا هالشك المصرفي بينقلب وثيقة وفاتك، إليه وجاي سيدي ومولاي يقطع نسلك إن شاء الله. جوز ولادك أنت بخمسين مليار دولار وخمسين عشان تلبس أم كدورة أم كندومة. فستان بخمسين ألف دولار، سبعين ألف دولار عشان تزف بنتك، إلهي بجيبك زفافة بالنعش رقاص. ما عم فيش مصاري بالبنوك، كنتوا تعطوا مليون صرتوا 700,000 صرتوا 300,000 صرتوا 100,000، بعدها شو ما رح نعطيكم كل يوم خرجيتكم الصبح ناخذكم منوش زعتر، قام من قبر بقبق على طولك، حاكم مصرف لبنان، حاكم سرميتان وسكربينه، حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان، قام اشتغل لك شي شغله، تفضل لما تكون حاكم مصرف لبنان يعني انت بيطلع من امرك، شو بيطلع من امرك ريتو الزرق اللي يطلع بروحك، شو بيطلع من امرك؟ زلت العالم عبواب البنوكي مصرياتنا، مش عم روح لك ديننا انت من مصرياتك نصبك واحتيالك، مش عم روح لك عطينا منهم، العالم بدها تاكل بدها تشرب بدها تصرف بدها تسجل ولادها بالمدارس بدها تدفع اقساط، لا السكر ولو فاتح الباب وحاطط لي 40 دركه برا، لا لا خف علينا 40 دركه لا معك تقبضهم، ال 40 دركه مش عم ياخذوا معاشاتهم من جوا، بهدلت المواطن بهدلت الموظف، وقفت العالم كانت تحط ايداعاتها بلبنان، مين بقى بده يحط لك ايداعاته؟ كل العالم عم تسحب ايداعاتها بتشك مصاري بتضحكوا على العالم، وانت قاعد عم تفتلي عالك، قاعد طيزك وكل شوي، والابعص من هيك ابعص من هيك بعد لما تطلع لي مؤتمر صحفي بتقول الليره بخير، بتبلع درس العقل وشوي من بزاقاتك وتقول لي الليره بخير، اي خير؟ تجيك موجه الخير ان شاء الله، اي خير؟ بدي افهم اي خير؟ قال لي رب خير بس ناطرة من لما وعيت أنا على وجه هالكرة الأرضية بوعالك أنت وقعد على هالكرسي وتقلنا اللي رب خير، حرقت دينا للي رب أنت وتقلنا اللي رب خير، قوم نقبر بقبة قوم فاق، مرتك تقعد بلا مساري بالنهار، ولادك بيقعدوا بلا ما يسافروا بيزنس، بيقعدوا ولادك بيطلع ولادك ايكونومي، تقعد مرتك بلا بوتوكس، تقعد انت بلا فيلر تحت عينك يفقروا عينك، قاعد عم بتشحد على العالم مصرياتها، قوم انت بتلاقي لك شي شغله مش قادها لهالكرسي، قوم خدمت ما في الكفايه، لعطت ما في الكفايه، شفطت ما في الكفايه، قبضت ما في الكفايه، قلنا استودعكم الله، ما عادش بتجيب البهادل لإلك، احمل نفسك خلص غادر، روح اقعد على فرشه مي ارتخي عليها كل النهار، مصر بدك تحكي بمصرف لبنان وممنوع حدا يقبض، خذوا لك بلاش حار، يا بتقاقع يا بزرق عليكم، معك يومان، عم اقول لك انا عبد الله عقيل على وسائل التواصل الاجتماعي، رياض سلامي معك يومان، يومان عم بعطيك، بتلاقي لك حل لهالقصة اللي عم بتصير بالبنوك، لقوا حل هالمصارف الجراسي وسمعت المصارف صارت خرا.
لاقي لك حل هالقصة، لاقي لكم حل وقولوا للشعب اللبناني 1 2 3 4 كل يوم بدها تروح تتبهدل موظفة، وموظف بده يتبهدل، قاعدين هلا قصدي مقعد موظفة تشرب نسكافيه بالبنك، سكر البنك، مقعدة تشرب نسكافيه، لا بدكم تسحبوا لا بدكم تقبضوا ولا بدكم تعملوا. والاي تي ام شو الاي تي ام صارت يا حبيبي؟ اذا الاي تي ام بنحط الكارت تحطوا لك تحميلة سم ان شاء الله، بنحط الكارت الاي تي ام كفرة، صارت الاي تي ام تطلع تقلنا خلاص، ما الاي تي ام زهقت، الاي تي ام مش عم تسحب مصاري وبالبنك مش عم يعطونا مصاري، خلص حولوا هالاي تي ام ما كانت تصوير، منصور باسبوراتنا وورقنا وهوياتنا، وقولوا انه خلص اكتبوا لنا شعار فوق الاي تي ام، السحب ممنوع ما عادش تجوا تنقبروا، بنعرف نحن ساعتنا انه خلص خشلنا. نهار التنين ننتظر قرار ولا نشوف شو بده يقول، بكرش فاض، بكل عنده شي بنت بده يجوزها اسا بصالات بريطانية، بجيبوش الجاتو ولا بوصوا عليه بالطيران. طول عمرك تاكل جاتو معصر على ليمونتان وثلاث بيضات، هلا صار بدك تسرق الجاتو. كلف قالب الكيك لبنت رياض سلامه ابصر قديش، وكمان كان الكريمه منين جايبينها؟ من الجنه؟ روح علي، عيشوا على الارض.